المواطنين يبقى اساميهم كلهم زي بعض، زي ما حضرتك سمعت في الصعيد احيانا بيبقى حتى الاخوات نفس الاسم. فيش دي مش مشكلة، مين قال انها مشكلة؟ خدوا بالكم يا جماعة من حاجة مهمة جدا، طالما فتحت هذا الموضوع عشان القضية اللي مرفوعة من الدكتور ابراهيم كامل، ها اللي بيطعن فيها على الانتخابات وقال اللي قاله، والحكم يوم 7/5 ان شاء الله هيطلع يوم 3 بعد شم النسيم، وهتشوفوا الحكم ان شاء الله. ما اعرفش تقعدوا لجنة المفوضين قالوا ايه على الكلام اللي قاله ولا ما قالوش. القصة كلها كالآتي يا جماعة، كل مواطن في قاعدة بيانات الناخبين له رقم قومي، لا يمكن أي مواطن تاني يبقى له نفس رقم القومي، موافقين ولا مش موافقين؟ ده فكرة رقم القومي، أن الرقم القومي مع المواطن حتى بعد ما بيموت، بمعنى لو مواطن مات الرقم القومي بتاعه محدش تاني بياخده. خلاص؟ رقم القومي لو عايز أقول لك مكون من إيه أقول لك، مكون من 14 رقم. رقم اللي على الشمال خالص خالص لا خليها، ما انا اقول ما انا اقول انا اقول انا اقول احنا مش امتحان، انا هقول لك هسمع، انا هسمع الرقم اللي على الشمال خالص اللي هو القرن الذي ولد فيه المواطن. مثال اللي ولد من 1800 ل 1900 هتلاقي رقم ده واحد، اللي ولد من 1900 ل 2000 رقم ده هتلاقيه 2، من 2000 ل 2100 هتلاقيه 3، من 2100 ل 2200 محدش لسه اتولد في الوقت ده هتلاقيه 4، وانت ماشي كده خلاص. ده اللي على الشمال خالص، بمعنى اي حد عنده ابن جه بعد سنه 2000 يبص في شهاده الميلاد بتاعته او في رقم القومي بتاعه هيلاقي فيه كام؟ 3 مكتوبه، صح؟ طيب ادي ايه اول واحد. السته اللي على يمينه تاريخ الميلاد، سنه 2 سنه 2 يوم 2 2 شهر، كويس؟ خلاص؟ ادي كده كام؟ 7. الثامن والتاسع كود محافظة الميلاد، اللي اتولد في محافظة القاهرة هيبقى عنده 01، وهكذا بقية 27 محافظة اللي عندنا. تمام؟ طيب فاضل 4 بعد كده، الأربعة اللي على يمينه اللي على يمين اللي بعد كده مسلسل مطلق في هذا يوم الميلاد في هذه المحافظة، يعني في هذا اليوم من الميلاد في هذه المحافظة ولد أكثر من واحد وواحدة. خلاص؟ أول واحد اتولد 0001، بعديه 0002، لا 3 لو كان ذكر. الواحد اللي على اليمين خالص دي لو كان عدد فردي يبقى إيه؟ المولود ذكر، ولو كان زوجي يبقى المولود أنثى. خلاص؟ ماشي؟ واضحة ولا أوضح أكتر؟ خلاص؟ خلصنا كده، جينا بكرة في نفس المحافظة أول واحد اتولد 3-0-1 برضه، صح ولا لأ؟ لأن تاريخ الميلاد اختلف. يتبقى رقم 14 اللي على اليمين خالص ده عبارة عن تشيك ديجيت بنسميه، أو رقم يتأكد إن ال 13 اللي على شماله صح. رقم كده فني يعني مالناش دعوة بيه، بنأكد فيه إن ال 13 التانيين صح. أوكي يا جماعة؟ فده الرقم القومي. الرقم القومي ده أول ما الإنسان يتولد بيبقى معاه رقم قومي. لما يطلع شهادة الميلاد الزرقاء دي لما تشوفيها كده مولود طلعنا له شهادة الميلاد هتلاقي مكتوب فيه رقم قومي، فالرقم القومي لا يرتبط بإنه كمل 16 سنة. تمام؟ طيب المواطن لما يكمل 16 سنة بيطلع بطاقة الرقم القومي. ما بيتعملوش رقم قومي جديد. رقم قومي معاه من اول اسبوع اتولد فيه. خلاص؟ لما بيطلع بطاقه رقم قومي جديد بيبقى عنده بيبقى معاه بطاقه رقم قومي. لما يكمل 18 سنه يبقى من حقه ايه؟ ينتخب، يبتدي يخش في قاعده بيانات الناخبين. خلاص؟ طيب اتفقنا؟ الارقام القوميه ايه؟ غير متشابهة إطلاقا ولا يمكن أن تتكرر مع كل الناس الموجودين. طيب أسماء الناس تكرار ولا ثابتة؟ طيب ودي حاجة طبيعية؟ لا تكرار طبعا. خلاص؟ وعلى سبيل المثال دايما بنقوله محمد علي، محمد علي ده اسمه رباعي، في منه 4000 واحد في مصر، منهم 14 في بورسعيد. ماشي؟ كويس؟ فالعبرة دايما بإيه؟
رقم القومي وليس بالاسماء الموجوده هناك. اتفقنا؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ او ايه اللي الناس بتقوله؟ ان لقيت محمد علي، محمد علي افرض ان الاثنين ساكنين في نفس المنطقه كويس، هيروحوا نفس اللجنه ولا مش نفس اللجنه؟ هيروحوا نفس اللجنه. لما هتخشي في كشف الناخبين اللي انت حضرتك بتعرفي من 51 51 رقم المسلسل رقمك في الكشف مش كده، بتروح للراجل تقولي له بطاقه ويكتب لك رقمين اللي على اليمين في بطاقه رقم القومي بالقلم الجاف الازرق اللي في ايده، خليك تمضي وبعدين خشي ورا الستاره، مش دي القصه؟ طيب لو في اثنين متشابهين في الاسم في نفس المنطقه يعني في نفس اللجنه، الكشف ده مفروز ازاي؟ طبقا لايه؟ حروف الابجديه. حروف الابجديه فمحمد علي محمد علي، هيلاقي تحديد محمد علي محمد علي، هيقول لك بس الحق اثنين